مرحبا ابني، شلونكم؟ ان شاء الله بتكونون بخير، صحه وعافيه يا رب يا ربي. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم الفيديو مالتي مختلف. اشتريت بعض المشتريات من الشين وراح اشوفكم بذاك الشيس وراي، وهسه وصلني، فحبيت اصوره لان اكو شغلات اشتريتها وحابه انتم تستفادون من عندها. وبعض الصديقات هم طلبوا منهم جمال انت تشرح لهم بالفيديو على مود التوصيل شلون يكون وشلون يكون الاجراءات هنا من توصل من الشين. الشين ما بي ضرائب، يعني راس عادي تطلبوه بالبرنامج وتدفع همينه وتيجي الدي اتش ال يذبها او الهرمز يعني من الباب. وها وثاني شغله اللي كتبوا لكم اياها، مثلا احنا كتبونا من 26 الى 28، والله وصل لنا يوم 23، يعني هو دائما يوصل قبل 4 ايام. صح. وقسم جمال راح اسوي اليوم طبخه السوبر مال كبه الجريش اليوم غدانا. الله الله، اليوم كبه سلطه. طبعا تدرون احنا نحس نفسنا نازلين، بس اللي هسه ما موزنين، يوم 30 نوزن ان شاء الله. راح اشوفكم كل الشواف اللي اخذتها. هاي دشداشه بس شوفها والله تعرف ايش قد حلوه، كلش حلوه، حتى الخامه مالتها حلوه. وهاي الشغله الثانيه اللي اخذتها همينه، شوفوا هاي يكون شكلها بيها ثلاث الوان. هاي هسه مودتها ترند هي واللوخ، يعني بالخليج هوايه طالبين منها بالتيك توك، عرفتوا؟ فاني جربتها، شوفوا خامتها تخبل، صح غالية بس حلوة. شوفوا موديلها همسة تكون هيك ردانها، فيها كيبور، وهاي شكل بجامة مالتها همينة بيها كيبور، خامة الستر تخبل. الفراشات هاي تتخلى بالباب الغرفة مال البنات، شكلها حلوة، 12 فراشة لون الوردي، بيها ملصق يمكن. اي اي لا صفح. هسه هوايه يعني ينشرون عليه، فأنا حبيت اخذه واجربه. هو قلم حمره، هسه شلون افتحه؟ شوفوا هذا يكون شكله، هسه تعرفوه. واو شلون لونه؟ اوه انا احب هاي الالوان الترابيه. هذا مال الخدود، هسه من اجربه اقول لكم النتيجه. حتى واو هذا الحذاء، واو شكله كلش حلو، كلش. هذا مرتب يكون من عنده وبي مثل الكيبورد، بس هو مبطن، شوفوا هذا يصير مثل الحجل. هسه باللبس مالتي كلش حلو، هاي تلبس ويا بنطلون يرهام ويا كالون كوري تراكسود. بتخيل اشوف خامة تراكسوداتهم، والله حلو كلش حلو. هذا وهاي بنطلونها، شوفوا حلو مو حلو وليد؟ حلو والله، ايش ذوقك؟ العافية. هايكم عليها، هواية ينشرون عنها، يستخدموها المشاهير. ها واني قلت خل اطلبها، هي هاي تقريبا مقاربة للديو، يعني هاي بس هيك على قد يعني مناسبة ويا الفستان. شوفوا فكرة حلوة وانيقة تخبط، ويا تكرمون مال الحذاء من بيفضل رحمتها. وهاي كفرة ورد، وهي هاي اني موتي بعد ما تجيبها هياته، عندهم تشرشف، فقلت خل اجرب نوعية التشرشف مالتهم، الكواليتي الخامة مالت اذا زين دائما اخذ من عندهم. خل نشوف، هذا سعره ب 52 يورو، والله بعد خامة وليد، حلو حجمها كلش حلو، حتى لونه حلو، فعلا وجه لحاف حلو، حتى خامته حلوة. هذا عاج ذوقك. وبعد السماعات مالتنا مال أبل اشترينا من عندهم انا والبنات ثلاثة الوان، وهنا انا اخذت من عندهم هذا الفستان. يا ربي هذا الفستان يطلع لبالي ويعني ويكون موديله حلو، بس هو اول تباعه الخامة مالته تسوى يعني حلو، بعدين نشوفه
يبين اكثر وين باللبس. بس انا شفت عليه المشترين والطالبين يحجون بيه زين. شوفوا هذا يكون شكله، هذا يكون شكله الفستان، وخامته كلش حلوه، حتى سواده حلو ومطاط. شوفوا حبايب مطاط. هسه نشوفه ونجربه، وهاي مشترياتنا لهذا اليوم. ان شاء الله عجبتكم، وان شاء الله اذا حابين مثلا الارقام الكوت او رقم الشيء اللي اشتريته مثلا فستان او حذاء يراسلوني على الانستغرام وانزل لهم اياه ويدللون. هسه راح نشوف طبخاتنا اليوم ايش راح نسوي. جمولي ايش تسوي؟ والله مجمولي والله اشتهيت ايس بالليل وريت اروح للماركت اجيب الصراحه، بس بعدين قلنا احنا مسوي ريجيم وهاي الشغله تاذينا يخرب الريجيم، فقلت اليوم نسوي ايس. طبعا افوكادو ويا الحليب ويا العسل، فشي طعم مو طبيعي. وراح اضيف لها شويه من المبروش. راح اسوي ايس كريم بهاي العلبه انا ونور، راح اخليها بالثلاجه ونشوف طعمها شنو ايش راح يكون. راح نجربها. طبعا هاي اول مره اسويها صراحه. مثل ما تشوفون شلون اقشر الافوكادو بهالطريقه هاي. نقشره يا حبايب تطلع قالب. شوفوا طلع قالب عندكم. هو اهم شيء هذا هم الاخضر مالتها. اثنين افوكادو. افوكادو اثنين اي، انا اسوي اثنين عم تصير ثخينه كلش على مود الطعم. خلينا ملعقتين عسل مثل ما شفتوا. في الحلوه. ايش قد ولي المقدار حليب؟ حليب هو شوفوا انت القياس اللي تريدوه. هسه احنا راح اسويها انا للحد اللي اريده هنا ويا شو اسمه؟ العلبه. ويا العلبه، شوفوا هذا قياسها. هسه عندنا هنا مبروش. شوف حبايب قلبي. هذا مبروش. مبروش انتو كمية اللي تريدوها، مو كلش هواية يعني هالكمية يعني. ملعقة كف اليد يعني نص كف اليد. هسه هاي الخلاط، هذا الخلاط خلينا نشوف والله شكلها. شوفوا شنو اهم شيء اريد القوام مالتها. القوام مالتها لازم يكون ثخين بهالشكل هذا. شوفوا بهالشكل القوام مالتها. طبعا هو هذا العصير انا مرات اسوي عصير انا ومجمال نضيف وياه موز وبدون لا شكر ولا شو اسمه. حتى بدون عسل هم طيب. بدون بدون عسل هم طيب. هسه حنخلي هاي مكسرات هم وياها. مكسرات قلنا نخلي وياها وخليها بالثلاجه. تجبد. شو وقت ما نريد نطلع من عندها العصريات. وليد عباك صارت شلون المحلى بهم يعني. هي مو لين ثخينه صارت. يعني هم طيبه طعمها. انا بالشربت اسويها اخاف يعني اخلي فوكاتو واحده بس هسه لين التثخين خليه نعلبها نخليها بالفريز ومن نطلعها نشوف والله نصور لكم حنصور لكم شكلها ماتين مو بس هيك مواد حنسوي بيها طماطاية واحده فلفل اربع حبات من البصل هنا نومي بصره ملح فلفل اسود وهذا يسموه الرز اليوناني طبعا هي معكرونية تصير على حبتها بشكل شكل التمه بالضبط بس كلش طعمه طيب. شوف البصل خلينا اصحاح بصل وهاي هنا هي هنا الحكم جمولي والله عشت ايدي هي هنا الكبه هاي الدرجه الاولى. نعم خلينا قليل من الزيت معجون معجون هاي الطريقه ملعقتين كبار هاي راح اسويها على طريقه شوي وانا جمال انا اسوي الشيء هذا شوفوا اي طيبه شوفوا مال الكبه هاي الامور لا طيبه مضبوطة؟ انا اعتقد الشعبية. هسه شوية نحن في المعجون. يعني شوية بس يدوب عندنا المعجون ان شاء الله. راح نضيف المواد اللي معجون. كما الكوبا شفيقي على لفة الكوبا. جمولي جابتها بالمليم. بالقالب. بالقالب والله. شفيقي. هسه شو راح نضيف حبايب؟ نضيف مواد البصل. والطماطم نضيف الطماطم نضيف نور عشان تيدك ونحبس بها شويه حمسه بس شويه لينا عندنا
خلنا نضيف الملح. اكيد طبعا الملح هم حسب الرغبه. الملح اللي نسوقه عندنا هواي احنا. والمي احنا حنغليه بالمغله يعني مي حار نضيف. اي طبعا. نوني بصره شوي لازم نشبشكه. نسوي له شبشكه. هانو. اكيد. نوني بصره. اولي نوني بصره بالعراق المطحونه. خلصتها. بس مطحونه. كل بهارات بالعراق تختلف عن هنا. اي والله قد نجيب بس مو مثل مالتنا. لا مال العراق فيها لذه قويه. ريحتها تخبل. ريحتها كلش قويه. ان شاء الله علي رمضان قبل رمضان. يعني. نجيب من العراق. بدا تشتغل ريحه الفلفل عندنا. طبعا الفلفل يعطي بالاكل رهيبه. والجزر هم. الجزر يخبل اني قاعد اجرب الجزر بالاكلات كلش طيب حتى بالزلاطه يعني قاعد اكثر بالجزر يطول النظر. يابا شلون ويا الرجيم ام جمال؟ شلون ويا الرجيم؟ والله ابو جموني مبين علينا شويه؟ اي لا وحتى من ملابس هم وليد يعني مثلا تيشوف يعني واحد من ينزل لك يلو وين؟ ايه يعني حس اكو فرق حتى بلبسه. ايه وحتى حتى اني بس صح يبين بالوجه راسا هو الضعف صح بس ما يخالف. الفيتامينات اني اخذها هاي رهيبه 56 حبايه يوميا واحده اخذ هي للاظافر للبشره للشعر وهواي هواي بها فيتامينات شغلات حديد مغنيسيوم كل الزين يعني دائما اخذ هاي النوعيه وذيك النوعيه هم صارت لكم اياها بالفيديوهات والزنك بها هم كذلك والمغنيسيوم يعني كل الزين هاي الشغلات لان يعني واحد تعرفون مده بشرته يعني تضعف او مرات يتساقط الشعر فيستخدم هاي الشغلات وانا بدي استخدم جوز الهند الطبيعي بالاسبوع مرتين اخليه والله تدرون كم ساعه في الساعه اخليه بشعري واخسله يخبل النعومه واللمعه تشيل فحبيت اقول لكم اياها. يلا نور يلا هسه بسم الله في المي في المي حار مي حار بالمغلايه طبعا هم بعد رايد الامي هانو شويه نص نص المغلايه بعد هسه انا حسوي الزلاطه علي اليوم نشوف زلاطه اليوم علينا سوي لنا زلاطه مالتك شوفوا عيني نعم ماينز هاي بهارات الزلاطه هنا انا سويت الفجل والخضره مالته وطماطه والخس وهنا حخلي قليل من الزيتون مع ملح مع خل ونحاوط عاشت يدك الرز اليوناني وياها طبعا ينبهنا من هسه من شكلها الشهي الفلفل الاسود. واكو من ايدك شيء من شهي. اويلي اويلي مجمولي شلون ابدعتي من اسوي لك السوبات والتشاريب؟ لا بناتك تسويها تجنن. احس السمك يا رب. اويلي. ابو جمولي خلينا نسوي مشاوي. والله رايد لنا مجمولي نسوي باكر. يلا باكر ونصور. يلا يابا ما عندنا شيء. غير عندنا المي. بس ما نحكي لكم الريحه. مي تشريب. نضيف هسه كوبا. شلون حيصير جدر هذا يا نور؟ البهار ريحة الفلفل رهيبة هي رهيبة الفلفل طعم رهيب بالاكل جربوها احنا دائما بالعراق متعودين نسوي كوبا جريش بالعدس وبالاسماك غير سوي تغييرات اكو شغلات اكلات غربية كلش طيبة اي ضروري واحد يغير لازم اي شوي نحركها شوفوا حركات ام جمال دباعة مو عاشت ايدي عاشت ايدك شلون طبق؟ خليها بالثلاجة ام جمال شنو؟ مال مطاعم؟ اي والله يا بيه شلون صار السوب ام جمولي؟ بعد ثخن مالت المي مالته شوف يا بيه شلون الكبة؟ وانا عشاق الكبة اليوم خليها ياكلون ها نور؟ ويلي 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 شوف الحركات والبركات اهم شيء هسه تجي جوري تحب هاي السوالف جوري ها نوره؟ اي تحب السوب هاي السوالف جوري يلا يلا جيبي معون الله جتي وروده ضاقتها تقول تخبل شلون العاد يابا شغل ابوها هذا يابا هاي الكبه وهذا غدانا انا ونور وهاي الزلاطة من ايد ام جمال
شوية لازم مخبورات وفجل وترتيبات. وانا فجل مختلته اولي. يلا يعني الف عافية. وهسه اصدقائنا مثل ما شفتوا هاي مشترياتنا، وان شاء الله عجبتكم. واني قدرتها طبعا، جتي فت علي كلش كلش حلوات وعجبتني. وهسه ان شاء الله من حنروح مناسبة واني ووليد البسها، وهم ينشفونها يعني من لابستها ان شاء الله. وحاب اي استفسار والرقم مال يعني المشترى الشغله مثلا اللي اشتريتها، اريد الرقم مالتها يدخل على انستغرام واني انطيه اياه. والانستغرام مالتي ما يعرفه نور القيسي بالانجليزي. عاشت ايدك يا نور القيسي. وان شاء الله الكبه مالتنا والطريقه مالتها سهله وبسيطه والطبق الزلاطه. شوف اليوم ها يعني؟ لا مو ماشي، انت من تحكين يعني ما يصير اقاطعك. بالاشتراك واللايك بالقناه وتفعيل الجرس. ولاول مره نور اللي يشوف قناتنا يشترك على يشترك بقناتنا، ونقول له في دول قلبك. وتحياتنا لك اينما تكون. مع السلامه. باي باي.